لنا سائل. هذه الآية فقط، مفرد هذه الآية، لا نريد آية أخرى. لا يقول لنا قائل سيدنا هل يكفي آية واحدة في القرآن لإثبات أصل ومبدأ؟ أقول نعم. ماذا تقولون في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض. سؤال: بحث الكرسي أمر عظيم ومهم في القرآن، وردت في روايات الفريقين والمدرستين أنها أعظم آية بعد البسملة. أحسنت. نعم. تمام. نعم. ولكن كم مرة ذكرت في القرآن؟ مرة واحدة. مرة واحدة. مرة واحدة. مو أكثر. خلص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.